كان الاخضر على وشي بقى الموف على وشي والاخضر بقى تحت مع الاورنج. انا بحب الطرح دي معرفش ليه، ودي برضو كانت ب65 جنيه، ودي كمان، ودي بقى تدرجات اللبني مع الازرق. حسيتها هتبقى حلوه جدا مع الجنسات، وكمان فيها كشمير، فيها الجزاله الرايقه. انا جبتها عشان خاطر الجزاله الرايقه دي وهي بتاكل في الزهره. لا والله دي معاها بنتها، بنتها صغنونه. ايه ده، انا شوفوا التفاصيل دي شفتها معاكم. وبرده من الالوان اللي بحبها على وشي اللون اللبني اهي، وناعمه ناعمه ناعمه. بصوا مش بتضايق خالص، يعني انا ببقى في طرح كده تحسوا انها بتشوك، او تحسوا ان انتوا عليكم حاجه كده لابسين حاجه محرراكم. خامتها حلوه جدا، ودي برده كانت ب65 جنيه. والطرحه دي برده بصوا الواناتها، هي فيها اورنج على جراي على بيج، ودي برده كانت ب65 جنيه. دي بقى انا حبيتها، مش عارفه من ساعه ما جبتها كده حبيت الواناتها. هي لونها برضو الارضيه كده بيج، مش بيج بس، يعني هي احسن حاجه فيها يعني بيبقى فيها الوان كتير، ممكن رمادي مع اسود مع لون كده اصفر مع الابيض، فاللونين مع بعض مدين لون ذهبي، يعني كان فيها نقط ذهبي، فحسيتها حلوه قوي. برضو دي شكلها الطرفين بتوعها فيها نفس الشكل ده، ودي برضو كانت ب65 جنيه. وطبعا انا رغيت كتير وما قلتلكوش برضو انا جايبه الطروح دي كلها منين. انا جايبه الطروح دي كلها من صفحه على الفيسبوك اسمها عالمكي بالعربي، ولكن هي مكتوبه بالانجلش. هتيجوا تبحثوا عنها بالانجلش بقى هتبحثوا بحرف الايه عالمكي، عشان في بيكتبوا لي احنا مش عارفين نوصل للصفحه، فانا بقول لكم هي مكتوبه بالانجلش. الطروح بقى الحاجه اللي انا قلت لكم عليها هنلاقيهم ان هم كلهم طول واحد اللي هو 2 متر. العرض بقى انا ماسكاهم من هنا اهو الطرف كلهم مع بعض، هنلاقي بقى ان هنا مثلا في دي اقصر من اللي تحتيها، دي مثلا بكامسة سنتي. بعد كده هنلاقي كله زي بعض، ممكن برضو اللي في الاخر دي اقصر بحوالي 3 سنتي، ولكن برضو القليل في العرض عرضها كويس، يعني مش هتبقى عاملة مشكلة في اللبس. انا احس ان هي عرضها حلو، وانا بالنسبة لي مثلا بيفرق معايا الطول اكتر من العرض. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانا بحب لما الاقي حاجة بحب ان انا اشارككم معايا فيها، ان انا اقول لكم على المكان او الصفحة او السعر، وطبعا بوريكم الحاجة عشان تشوفوها قبل ما تجيبوها. وطبعا انا شايفة ان كلها خامتها جميلة ما شاء الله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وافادكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.